تتخذ الحرب على الإرهاب في أبيان شكلا جديدا، فقد تبين للسلطات أن المعركة العسكرية لابد أن تكون مساندة من قبل الأهالي. ولأجل هذا جمعت السلطة المحلية في لودر أعيان المنطقة لإطلاعهم على معركة شاملة مرتقبة، لكن مخاوف الأهالي القديمة ما تزال حاضرة، فقد تركوا في مرات كثيرة مكشوفين أمام الهجمات الإرهابية القادمة من الجبال المعزولة. وحدث ذلك خلال الحملات الثلاث ضد تنظيم القاعدة. وتتولى المنطقة العسكرية الرابعة مهمة تحرير عدد من المناطق التي يعتقد أن عناصر التنظيم تتخذها مقراً لعمليات إرهابية. وتنتشر القوات العسكرية الجديدة التي وصلت أبيان حديثاً. يعني هذا اللواء 103 اللي يمثل يعني حقيقة يمثل هو يعني من أفضل ألوية المنطقة العسكرية الرابعة، ويمثل نموذج في البطولة، مثالا في التضحية، مثالا في الفداء، مثالا أيضا في أيضا الحب في الدفاع عن الوطن، ويعني حقيقة حماية الوطن وأيضا حماية المواطن. وأسندت المهمة الجديدة إلى اللواءين 115 مشاة و103 مشاة، والذي كان قد تعرض لهجوم إرهابي منتصف الأسبوع الفائت. اعتبر الهجوم استباقا ضد القوات التي خاضت معارك واسعة لمواجهة ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في وقت قريب. لكن المهمة الأصعب قد تكون على جبال انطلقت منها الكثير من كوادر الإرهاب ورصاصاته.